قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إنه عقد لقاء مطولا ومثمرا مع مجموعة من رموز وقيادات العمل السياسي والإعلامي في مصر من مختلف الاتجاهات والأفكار. وأضاف رشوان أنه تلقى من الحاضرين بيانا حمل توقيعاتهم ورؤيتهم للحوار الوطني والأوضاع الراهنة. وأكدت قيادة العمل السياسي والإعلامي ضرورة انتهاج مسار سياسي يحتوي على كافة الأحزاب السياسية الشرعية وكل الحركات السياسية.